ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس. كما العادة وكل إعادة فيها إفادة، خرجنا الشارع المغربي باش غنسولوا مواطنين شباب شابات، إلا تحت لكم فرصة باش دوزوا كونكور ديال المحاماة، واش ديروا النية تمشيو دوزوا؟ إلا بغيتوا تعرفوا الإجابة ديالهم أجوا معايا. السلام عليكم. وعليكم السلام. خويا إلا تحت لك الفرصة دوز كونكور ديال المحاماة تمشي دوزوا؟ نمشي ندوزوا، ولكن فهمتي عندي شروط انا ديالي. كتشرط؟ كنشرط من حقي كاني مواطن ولد الشعب بكل التواضع. مرحبا كل التواضع. قلت لك الشروط ديالي فهمتي بحال اللي تندوي عليا انا وتندوي على ولاد الشعب، لحقاش ولاد الشعب تيبقاو فيا، راه بحالنا راه بحال هذا فهمتي، خص يكون داكشي متوازن. شنو الشروط ديالك؟ الشرط ديالي الاول فهمتي نمشي ندوز، انا مدوز مرتاح فهمتيني، واي واحد يكون مدوز يدوز مرتاح فهمتي، نمشي ندوز ما يكونش المساواة بين هذا وهذا، ويكون العادل ويكون داكشي لحق وطريقه هو هذاك، داكشي ظريف وخفيف، ما تكونش باك صاحبي. ما يكونش باك صاحبي وشريت نداغ ولا ديك اللعيبه ديال كريتبان فهمتي، ماشي تحط عليك باك اللعاقه عنده، باك عنده حط عليك اللعاقه راك طلعتي، وداك با متكلم اللي ما عندوش بغيتي تخسر عليه با في ليالي والصغير وكذا، ماشي باش ولدو يطلع وصل ديك اللقطه وانت تردم ليه كلشي، راه ما كايناش. هو زال العدل واش مع معنا راسك اصاحبي، ورا ريحه قشر كطاطا صاحبي، بكل تواضع بكل تواضع. اه خويا علاش ما ندوزوش الا كانت الشفافيه والمصداقيه، وما يكونش باك صاحبي عاوتاني، هذا الشيء اللي كاين. ما تكونش باك صاحبي، ما يكونش باك صاح. وهذاك اش نقول لك، خاصو يبقاش وزير اصلا، حقاش حتى ولاد الشعب حتى هما راه غيحسب واحد النقص من قال هذيك الكلمه بحال هكاك، وراه كلشي كنا بنات ولاد ادم وحواء، يعني كنا خص يكون مساواه. من هادشي اللي كنشوف ما بقيتش باغي ندخل التواصل، ما بغيتش نبقى نشوف هادشي ديال التواصل. علاش واحد السيد ولد الشعب قرا وناضل، علاش ما توظفش محامي؟ علاش؟ ولا باك صاحبي، حنا بغينا باك صاحبي، ما بغيناش يبقى عندنا عندنا في البلاد حنا كاع. ها وصافي، الا كاين شي واحد مسؤول، واخا انت غتجيب ولدك غتصيفطو يقرا بحال هذاك وزير العدل اللي قال لك يقرا ولدو في كندا وانا ما عرفتش فين. ها كتقرا ولدك في كندا بالصحه اخويا، ما تقولهاش لينا حنايا، حنا بغينا ولاد الشعب يطلعوا، بغينا ولاد الشعب يتمكنوا. علاش حشومه شديتوا الناس اللي عندهم مناصب والديهم مشهوره ومعروفه دخلتوهم عطيتهم مناصب، ولاد الشعب اش غيديروا؟ بحال دابا دري محامي، اش كتقولوا ليه سير انتحر؟ واش دابا دري كان غيطلع محامي؟ ما هو ما غيطلعش محامي، درتوا ليه كما كتقولوا لها نتوما ضريبه. الله يكون بك، ما تبقاش تفتخر على ولاد الشعب وتقول لهم انا ولدي في امريكا انا ولدي في طاليان، راه كاينين الناس قارن على ولدك، فين يبان ولدك؟ ولكن ما كيضيعوش الناس في حقهم. الا تحت لك فرصه انك دوزي كونكور ديال المحاماه؟ صراحه لا، ما غاديش نقدر ندوزو، حيت صراحه ولينا عايشين في الطبقيه، يعني ولات الا كان عندك الفلوس تقدر تاخذ منصب واعر، تقدر تخدم خدمه مزيانه، في حين ان ولد الشعب غيبقى دائما كيضرب الكرفي على راسو، كيمشي يخدم في خدامي غير باش يعيش والديه ويعيش عائلته، يعني صعيب الحال بزاف بالنسبه لولاد الشعب مقارنه مع الناس اللي عندهم الفلوس. كنقول ليه ان ما تبقاوش تعاملوا بهاد الطبقيه هادي، حيت حتى ولاد الشعب حتى هما بنادم، حتى هما انسان، حتى هما من حقهم حتى هما ياخذوا مناصب مزيانين، وحتى هما من حقهم يحلموا. ما انت فاش كتقول هاد الهضره دونك راه بحال كتقطع الحلم ديال واحد اللي يلاه باغي يبني حياته، يلاه باغي يكون راسو، يلاه غيقول بسم الله في هاد الحياه. انت ملي كتقول لي هاد الهضره صافي راه كتحطمهم، ما كتخليش يزيد لقدام.